بسم الله، معكم نور وسرور. اليوم إخوة الكرام قد نتكلم في الباصات، الباصات التي في السعودية. قبل عدة أيام كانت عندنا مجموعة، أتت عندنا مجموعة من روسيا، مجموعة حجاج، ونحن ذهبنا إلى المطار جدة في الاستقبال، كنا ننتظرهم، ثم أتينا بهم إلى مكة بهذا الباص درة المنورة، هذه الشركة، هذا الباص. أتينا إلى فندق شيراتون، انظروا هذا فندق شيراتون. نحن أتينا بهم، أتينا بهؤلاء الحجاج معتمرين، وكنت أسكنهم، سكنتهم في هذا الفندق شيراتون 5 نجوم أمام الحرم. بعد هذا أتى إلي رجل ويقول أنه نسي في هذا الباص، في هذا الباص ملابس شتوية، وما يستطيع يخرج بعدين يرجع إلى روسيا بدون هذه الملابس، لأن برد كما تعلمون في روسيا. وفي يوم من الأيام أنا اتفقت مع السائق وذهبت إلى شغله، إلى جراج. انظروا هذا في منطقة، في منطقة حديبية كنا نجلس، وهذه الملابس الذي أنا أخذته. انظروا، ثم دخلت في الباصات وشفت باصات، هناك باصات VIP، باصات مثلا هذا باص مثل باصات عادية 49 راكب، ولكن دخلت وشفت أن هناك 26 راكب، هذه المقاعد ما شاء الله واسعة جدا، مسافة جدا واسعة، والناس يرتاحون. تخيل هذا كوافل، شركة كوافل، 26 راكب في نفس الباص، وهذه الجائزات كوافل دولية، وهذه الباصات عندهم مختلفة، ألوان مختلفة. ودورنا دورنا 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 دورنا، ذهبنا إلى شركات عدة، شركات عديدة، كوافل ودرة المنورة، وأيضا ذهبنا إلى شركات أخرى وأخذنا أسعار وأخذنا برامج عندهم. والحمد لله، هذا مسجد الشميسي حديبية، أين كان الصلح حديبية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع الأصحاب، صلح مع القريش، أهل قريش، أهل مكة. بعدين دخلنا إلى السفير، انظروا السفير ما شاء الله، فناء أوتوبيسات جديدة ما شاء الله، هذه سنة يقال 2019، انظروا باص جديد من الصين، ولكن ما شاء الله خدمة ممتازة، جديد. انظروا كيف الخدمة، انظروا واي فاي موجود، حمام موجود، حتى شحن هواتف تلفاز موجود، وإعلانات، وشحن واي فاي أيضا موجود، وشحن هواتف. انظروا شحن، تشحن هاتفك. ثم صلينا الضوء العصر، صلينا في كل شركة ما شاء الله مصليات، وروحنا إلى هذه الأماكن وارتحنا وتكلمنا. ومن يريد أن يرتب له بسط فاتصلوا بنا، ونحن نرتب ونتواصل ونذهب إلى المطار جدة ونساعدكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أخوكم نور وسرور، makkaservice.com 0536161330.